بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 94. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجزائر. باعثة الرسالة إحدى الأخوات من هناك، عرضنا لها جزءا كبيرا من أسئلتها في حلقة مضت، وبقي لها في هذه الحلقة جمع آخر من الأسئلة، فهي تسأل فضيلتكم شيخ صالح أولا وتقول: نرجو منكم تقديم كلمة للذين يحلقون لحاهم ولا يصلون مع الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن هؤلاء الذين يحلقون لحاهم ولا يصلون مع الجماعة قد فعلوا محرما وتركوا واجبا. أما فعل المحرم فهو حلق اللحى، لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمر بإعفاء اللحى وإكرامها وإرسالها وإرخائها، ونهى عن التعدي عليها بحلق أو قص أو نتف أو غير ذلك. فإعفاء اللحى من خصال الفطرة ومن سنن الأنبياء، إعفاؤها واجب وحلقها حرام، لأنه مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا حرام لأن فيه تشبها بالكفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإكرام اللحى وإعفائها قال: خالف المجوس، خالف المشركين. أما أنهم تركوا واجبا لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال وجوبا عينيا، لا يعذر فيه إلا من له عذر شرعي من المرضى أو الخائفين ممن لهم أعذار شرعية لا تمكنهم من الحضور. أما من لم يكن له عذر شرعي فإنه يجب عليه أن يجيب النداء بالصلاة وأن يصلي مع جماعة المسلمين، لأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى وشكى إليه ما يلقى من المشقة في طريقه إلى المسجد، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته. قال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من سره أن يلقى الله غدا مؤمنا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قال: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أهم أن يحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة، وأيضا أخبر أن هذا من صفات المنافقين، قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. الواجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يحافظوا على صلاة الجماعة في المساجد، وأن يتركوا هذه العادة السيئة والمظهر القبيح وهو حلق اللحى. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ترجوكم شيخ صالح أن تتفضلوا بكلمة لسافرات الوجوه أمام ابن العم وابن الخال وزوج الأخت.
يحرم على المرأة أن تكشف وجهها عند غير محارمها ولو كانوا من بني عمها أو من أقاربها الذين هم ليسوا من محارمها. يجب على المرأة أن تغطي وجهها لأنه عورة وفتنة، وفي كشفه تعرض للفتنة ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء في قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ضرب الخمار، خمار هو غطاء الرأس، بأن يدل ويسدل على النحر، ولا بد أن يكون مارا بالوجه، فهذا من دلالة اللزوم ودلالة الإشارة. وأيضا قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالجلباب هو الجلال الكبير الذي يكون على المرأة من الثياب الضافية، أمرها الله أن تدني منه على وجهها وعلى رأسها. ولما نزلت هذه الآية بادرت نساء الصحابة بامتثالها، فخرجنا إلى الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهن الغربان، لأن وضعنا عليهن ما يسترهن ويستر وجوههن امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإذا سألتموهن، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والحجاب هو ما يستر المرأة عن نظر الرجل الأجنبي من ثوب أو جدار أو باب أو غير ذلك، مما يغيبها تماما عن نظر الرجل الذي ليس من محارمها. وعلل الله ذلك بقوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أي أبعد عن الفتنة والريبة. والطهارة مطلوبة للمسلمين عموما. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فكنا إذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فهذا نص صريح في أن المرأة تغطي وجهها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، وأنها لا تكشفه إلا إذا خلت ولم يكن عندها منهم أحد. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثونا عن صلاة المرأة دون أن تغطي رجلها، مع الدليل؟ لا يجوز للمرأة أن تصلي ورجلها مكشوفة، لأن رجلها من العورة التي يجب عليها سترها في الصلاة. والدليل على ذلك أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل تصلي المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل تصلي المرأة بالدرع، يعني الجلال الضافي؟ قال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. دل على أن القدمين من العورة يجب عليها سترهما. ولو صلت وقدماها مكشوفتان فصلاتها غير صحيحة، لأنها لم تكن ساترة لعورتها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قراءة القرآن عند المقابر كسورة الفاتحة وغيرها من السور، ماذا تقولون يحفظكم الله عن هذا العمل؟ قراءة القرآن عند المقابر بدعة لم تكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. القراءة على الجنازة بعد موتها والقراءة على المقابر وعند القبور، كل هذا من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. والميت إنما ينفعه عمله الصالح الذي كان قد أداه قبل وفاته، أو العمل الذي استمر بعد وفاته من وقف أوقفه، قال صلى الله عليه وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا هو الذي ينفع الميت، وكذلك الدعاء له بالمغفرة والرحمة ودخول الجنة، هذا ينفع الميت، وكذلك الصدقة عنه من كسب حلال طيب، هذا ينفعه ويصل إليه ثوابه كما دلت على ذلك الأدلة. أما قراءة القرآن عند قبره أو في المقبرة أو عند جنازته، كل هذا من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، جزاكم الله خيرا. كلمة تقبل الله والتي نقولها للصائم وللمصلي، هل هذا جائز؟ هذا من الدعاء، التزامه دائما لا ينبغي، التزام هذا دائما لا ينبغي، لكن إذا قاله بعض الأحيان من باب الدعاء
فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. هل الوصية التي يكتبها الإنسان قبل موته واجبة؟ وهل يجب على كل إنسان أن يكتب وصية لأهله؟ وماذا تتضمن هذه الوصية جزاكم الله خيرا؟ الوصية على قسمين. قسم الأول أن يوصي بما له وما عليه من الحقوق والديون للناس، هذا أمر واجب. إذا كان عليه حقوق وديون للناس ليس فيها وثائق تثبتها فإنه يجب عليه أن يوصي بها. وكذلك إذا كان له ديون على الناس ليس فيها وثائق ثابتة فإنه أيضا يبينها ويوصي بها لئلا تضيع. هذه الوصية واجبة، أن يوصي بما له وما عليه من الحقوق لئلا تضيع بعده. النوع الثاني وصية مستحبة، وهي أن يوصي بثلث ماله فأقل يخرج في أعمال البر من أجل أن يصل إليه ثوابه، فهذا مستحب. إذا كان ورثته أغنياء فإنه مستحب له أن يوصي، فإن كان ورثته فقراء فالأولى أن لا يوصي بل يترك المال لهم، وله أجر على ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكفهون الناس. يستحب لمن له مال ووارثه غني أن يوصي بالثلث فأقل في سبيل البر بعد وفاته، وليس هذا بواجب. وكذلك أن يوصي أولاده وإخوانه المسلمين بتقوى الله والاستمرار على الطاعة، ويوصي أهل بيته بذلك بعد وفاته، فهذا مستحب له، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن يعقوب عليه الصلاة والسلام حينما حضرته الوفاة، قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فقال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت الآية. فهذا من السنن المستحبة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كلمة إمام أو شهيد كقولنا الإمام فلان أو الشهيد فلان، هل هذا صحيح؟ هذا من التزكية. هذا من التزكية. قول شهيد تزكية. إذا ثبت في الكتاب أو السنة أنه شهيد فلا، فإننا نقول شهيد تبعا للدليل. من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه شهيد فإننا نثبت ذلك له. أما من لم يثبت فيه دليل على أنه شهيد فإننا لا نجزم بذلك ولا نقول له الشهيد فلان، ولكن نرجو لأهل الخير ونرجو نرجو للمجاهدين في سبيل الله، نرجو للمسلمين الخير بدون جزم، نرجو لهم وندعو لهم بدون أن نجزم لهم بالشهادة، لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أما الإمام فإذا كان قدوة في الخير والعلم، معروفا بالعلم وله مكانة في العلم يقتدى به ويؤتم به، فلا بأس أن يقال الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام ابن تيمية. من كان ذا أهلية في العلم والعمل إنه يقال له إمام. وكذلك إذا كان ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين أيضا يقال له الإمام، من الإمامة في الدين والإمامة في السلطة الإسلامية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما رأي فضيلتكم في الكتب التالية: إحياء علوم الدين للإمام الغزالي؟ هذا كتاب كان يحذر منه أهل العلم لما فيه من الصوفيات وما فيه من الفلسفات وما فيه من الكلام الذي فيه خطر على عقيدة المسلم، وإن كان فيه شيء من الوعظيات ومن الفوائد، ولكن الذي ليس عنده تمكن من معرفة هذه الأمور لا ينبغي له أن يقرأ في هذا الكتاب. إنما طلبة العلم المتمكنون لا بأس أن يقرأوا فيه ليستفيدوا مما فيه من الفوائد ويتجنبوا ما فيه من الأمور المخالفة. نعم. البدع والحوادث للإمام الطرطوشي، هذا كتاب طيب، كتاب جليل في موضوعه، وهو التحذير من البدع والنهي عنها وبيان مضارها ومفاسدها، كتاب جليل. نعم. الترغيب والترهيب، كتاب طيب لا بأس به، وقد اعتنى مؤلفه المنذري رحمه الله به عناية تامة من حيث تخريج الأحاديث
الأحاديث وبيان درجاتها وتبويبها وتصنيفها، فهو كتاب جليل ومبين فيه درجات الأحاديث بعناية فائقة، وهو كتاب جليل. نعم. الرواتب عددها 16 ركعة، فهل تعد ركعتا الفجر والوتر من بين هذه الرواتب؟ الوتر لا يكون من الرواتب، إنما هو سنة مستقلة. طيب. سنة مؤكدة مستقلة. طيب. أما الرواتب فهي ركعتان قبل الفجر وهي أكدها، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وإن صلى قبل الظهر أربعا فهو أفضل. نعم. ماذا عن منهاج القاصدين ومختصره جزاكم الله خيرا؟ منهاج القاصدين للإمام ابن الجوزي. نعم. وقد صنفه من أجل أن يغني عن إحياء علوم الدين، لأن ابن الجوزي انتقد كتاب إحياء علوم الدين فصنف هذا الكتاب ليعوض عنه. طيب. اختصره ابن قدامة المقدسي في كتابه المختصر. نعم. تقريبا له، ومن أجل إفادة الناس بفائدته وحاصله بدون تطويل. طيب. فلا بأس به في الجملة، كتاب طيب لا بأس به في الجملة، لا في الأصل ولا في المختصر. نعم. إنما قصد إغناء الناس عن الإحياء، هذا قصد الإمام ابن الجوزي، الله المستعان، كما ذكر في مقدمته، الله المستعان. نعم. ما هي الطريقة السهلة لحفظ كتاب الله الكريم؟ هذا يختلف باختلاف الناس، اختلاف الناس في الحفظ. والقرآن ميسر ولله الحمد، لمن حسنت نيته وأقبل عليه فهو ميسر، ولهذا يقول سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن معجزات هذا القرآن وميزاته التي تميز بها عن الكتب السماوية سهولة حفظه، وأنه يحفظه حتى الأطفال، حتى الأطفال الصغار، فهو كتاب ميسر لمن يريد حفظه والعمل به. والإنسان، كل إنسان يتبع الطريقة التي يراها أحسن له في حفظه، ولكن كثرة التكرار وكثرة الدراسة للقرآن هذا مما يساعد على حفظه ويسهله، وكذلك اختيار المقرئ الجيد الذي له عناية وطريقة جيدة في تعليم القرآن، اختيار هذا المدرس أيضا مما يساعد على حفظ القرآن وإتقانه. كذلك مما يساعد على حفظ القرآن وإتقانه أن يختار الإنسان لحفظه الأوقات الخالية من الشواغل، كأن يحفظه في أوقات مناسبة، في أول النهار وفي ساعات من الليل وفي آخر الليل، الساعات التي يكون باله فيها هادئا منقطعا عن الشواغل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول المرسل عين ميم دال من الباحة يسأل ويقول: عندنا في بعض القرى عادات لا نعلم عن حكم الشرع فيها، منها إذا زوج الرجل ابنته من خارج القرية يأخذون منه أهل القرية مبلغا يصل إلى 3000 ريال يسمى مكسر، مقابل أن يسحبوا أهالي العروسة العريس في القرية الثانية، وهذا المبلغ يوضع في صندوق القرية يصرف منه في أعمال الخير المتنوعة وفي إقراء الضيوف ونحو ذلك، فهل ذلك حلال أم حرام، علما بأن بعضهم يدفع المبلغ وهو مكره خوف من المفارقة؟ حدثونا عن هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. هذا العمل لا يجوز إذا كان كما ذكر السائل إلزاميا يلزم به من تزوج وهو من خارج القرية، أخذ من بنات القرية، فهذا حرام، لأنه أخذ للمال بغير حق وبغير طيبة من نفس صاحبه. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل ما لامرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فإلزامه بذلك إلزام بغير حق، وبالتالي يكون حراما. والمطلوب تسهيل الزواج، تيسير الزواج، وهذا الأمر مما يعرقل الزواج ومما يصعبه على الناس، هذا خلاف السنة. السنة جاءت بتسهيل الزواج وإعانة المتزوج، أما أن يفرض عليه ضرائب وتؤخذ منه فهذا أمر لا يجوز، وهو من العادات السيئة التي يجب تركها. نعم. أيضا اجتماع أهل القرية في بيت المتوفى لاستقبال المعزين من القرى المجاورة وتقديم الطعام لهم من أقرباء المتوفى، وقد يستمر لمدة 3 أيام، ما حكم هذا العمل، علما بأن من لم يحضر معهم يعتبر شاذا عن الجماعة في نظرهم؟ وهذه أيضا عادة سيئة، لأنها تكلف تكاليف باهظة وتشق على الناس. التعزية في الأصل مشروعة، وهي مواساة أهل الميت
والدعاء للميت مشروعة، ولكن بدون هذه المبالغات وهذا الاجتماع المفروض الإلزامي على الناس وعمل الأطعمة الكثيرة، كل هذا لا داعي إليه، وهو من التكاليف التي ما أنزل الله بها من سلطان. الذي ورد في الطعام بمناسبة العزاء الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعمل طعام بقدر حاجة أهل الميت ويدفع إليهم، لأنهم مشغولون بالمصيبة عن إعداد الطعام لأنفسهم، فيكون هذا من إعانتهم ومواساتهم. أما أن يعمل أطعمة للوافدين والمجتمعين وقد تكون ضريبة على الناس، أو تكون من تركة الميت، أو تكون من أهل البيت المصابين، فهو زيادة مصيبة إلى مصيبتهم، يجب ترك هذه العادات. وقد قال جرير بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قدم رجل مبلغا من المال مساهمة في بناء جامع، ولكن البناء تأخر، فقمت بإقراض المبلغ إلى رجل محتاج بنية أن يكون ثوابه للمتبرع حتى يتم بناء الجامع، فهل هذا العمل صحيح؟ وإذا لم يتم بناء الجامع فهل يصح صرف المبلغ في أعمال أخرى كتعبيد طريق أو بناء مسجد بنية ثوابه للمتبرع؟ الواجب عليك حفظ هذا المال وصرفه للمشروع المخصص له من قبل صاحبه، وألا تتصرف فيه لا بإقراض ولا بغيره. فإذا بني الجامع تدفع هذا المبلغ فيه كما أمرك به صاحبه، وإذا لم يبنى تعطل بناؤه أو عدل عن بنائه فإنك تراجع صاحب المبلغ وتخبره بذلك، فإذا أذن لك في صرفه في مشاريع أخرى فلا بأس، أما إذا لم يأمرك فإنك تحفظه وترده إلى صاحبه وتقول له: إن المشروع الذي أمرتني بجعله فيه لم يتم، فما رأيك في هذا المبلغ؟ نعم. صلينا المغرب والعشاء جمع تقديم بسبب المطر، ودخل رجل ونحن نصلي العشاء في الركعة الأولى، فهل يصليها عشاء ثم يصلي المغرب بعد ذلك، أم يصليها مغربا، وكيف يكون ذلك؟ نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. أن يصليها عشاء؟ لا يصليها عشاء، لأنها لا تصلى العشاء إلا بعد المغرب، ترتيب بين الفرائض واجب. وإن دخل معهم بنية المغرب فلا بأس بذلك إن شاء الله، ولكن إذا قام الإمام للركعة الرابعة فإنه يجلس ولا يتابعه، يعني صلاة المغرب 3 ركعات، ثم هو مخير، إن شاء سلم لنفسه وإن شاء انتظر حتى يأتي الإمام بالرابعة ويسلم فيسلم معه. نعم. جزاكم الله خيرا. بعض الطلاب تقدم بهم السن وهم في مرحلة واحدة بسبب ضعفهم الدراسي وظروفهم الاجتماعية، فهل مساعدة مثل هؤلاء الطلاب في الامتحان يعتبر غشا، علما بأن مساعدتهم ليس على حساب الآخرين وعدم مساعدتهم يؤدي إلى رسوبهم وأيضا ربما يؤدي إلى انحرافهم؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. لا تجوز مساعدة الطلاب بالإجابة في الاختبار، يعني يساعدهم بأن يجيب عنهم في الاختبار أو يدفع لهم ما يعينهم على الإجابة، فإن هذا من الغش، بل هو من أعظم الغش، لأن هذا غش في طلب العلم، والمفروض في طالب العلم الأمانة. على كل حال لا يجوز الغش في الامتحان ولا مساعدة الضعيف في الدراسة، بل يترك، فإن نجح الحمد لله، وإلا فإنه يكثف الجهد ويعتني بالدراسة حتى يلحق بإخوانه، وإذا رسب فالمجالات كثيرة غير الدراسة، ينصرف إلى أعمال أخرى والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.